السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ستنفذ لمصلحة فريق ليفربول، هنا شاكيري والتسديدة، الله يا لروعة شاكيري ويا لروعة التسديدة ويا لروعة هدف التقدم لفريق ليفربول بصورة في غاية الروعة في غاية الجمال. الريدز أول أهداف في هذا اللقاء لفريق ليفربول، بينما هنا أخرى هنا محاولة أخرى والتسديدة، يا ولد يا ولد يا ولد، فنان يا مينامينو، رائع يا مينامينو، مثلما أتت الكرة يمينية لافة في شباك الحارس بالمير، يحرز الهدف الثاني نعم لفريق ليفربول. الياباني يضيف الهدف الثاني بتسديدة يمينية، لكن خطأ من الهولندي لويس موتسما في اللقطة الماضية. هنا موتسما في هذا يا أوريجي، عند الكرة بالرأس ينقل الكرة، محاولة قائمة، فرصة يا ولد، روعة 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 روعة، الأهداف الرائعة حاضرة بقوة في هذا اللقاء، ثلاثية رائعة نعم لفريق ليفربول، ممتاز هذه المرة من كورتيس جونز. جونز هو من يسجل هذه المرة بالقدم اليمنى بنفس الطريقة بنفس كيفية مينامينو، كورتيس جونز يسجل الهدف الثالث لفريق، لا تلبث إلا وتعود لفريق ليفربول. هنا مرور وهنا تسديدة، كورتيس جونز نعم، وكأنها نسخة كربونية من الهدف الثالث، فقط هي لحظات حتى سجل بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، لكن اللي اختلف هذه المرة أن التسديدة أتت من خارج منطقة الجزاء. كورتيس هو من دخل بديلا، وهنا الخامس، خمسة 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 نعم صارت خمسة، مينامينو يسجل الهدف الخامس لفريق ليفربول. البداية فقط هي لحظات، سجل مينامينو ووصل مينامينو في وقت التذكير برباعية الشوط الأول، أرادها مينامينو خمسة فكان له ذلك، نعم مينامينو بعد انفراد شاكيري. ومن الطرف الأيسر بعد ذلك عرضية لا تأتي، خطيرة خطيرة، كرة جول، تايو إيدن يسجل هدف لفريق لينكلن سيتي في هذا اللقاء، ربما هذا الهدف يكون أجمل أهدافه ولربما يكون أهم أهدافه حتى ولو خسر خطير الكرة، فرصة للتسديد، محاولة مستمرة والتسديد، السادس نعم الهدف السادس عن طريق ماركو غرويتش، يسجل الهدف السادس لفريق ليفربول. تسديدة يمينية أرضية وصلت حتى مرمى الحارس بالمر ليسجل هذا اللاعب ماركو غرويتش الهدف السادس لفريق ليفربول، أصبحت ستة الآن لفريق ليفربول. كرة تصل طويلة والرأسية هنا تأتي والهدف الثاني، رائع هذا الهدف لفريق لينكلن سيتي، نعم حتى ولو دخل في مرمى الفريق ستة إلا أن الفريق يريد أن يسجل، وبالفعل كان له معارض في كرة أولى وهنا في كرة ثانية عن طريق الهولندي لويس موتسما. موتسما يسجل الهدف الثاني لفريق لينكلن سيتي بالرأس، الصدمة لمكان، بينما مينامينو ممتازة إلى أوريجي عند الكرة والتسديدة، والسابع أوريجي والهدف السابع لفريق ليفربول. نعم البلجيكي حاول أن يسجل كثيرا في هذا اللقاء، انتهز الفرصة الآن بعد تمريرة رائعة من مينامينو. مينامينو يمرر كرة رائعة يابانية للمهاجم البلجيكي اللي تكفل بإحرازها بتسديدة يمينية في مرمى الحارس بالمير الذي